ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها حول أمور الزواج والحياة الزوجية؟ عليك أنك تدرس الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شروحها في أمور الزواج، في كتاب النكاح من بلوغ المرام وغيره. كذلك قبل هذا تقرأ الآيات التي فيها العشرة بين الزوجين، في سورة النساء، سورة الطلاق، تقرأ الآيات وتقرأ تفسيرها. هذه هي الكتب التي ننصح بها، قراءة الآيات التي في عشرة النساء وأمور الزواج، تعامل بين الزوجين، وقراءة الأحاديث التي في هذا الموضوع، وقراءة تفسير الآيات وشروح الحديث. نعم.